الو، اهلا. مرحبا، مرحبا، معك مختار الفرزر روبير حنا. ايه اهلا مختار. مختار وين؟ الفرزر. الفرزر. اوه اهلا فيك. ايه مختار، يعطيكم العافيه. هلا فيك. بحييكم وبحيي استاذ اسعد. ايه مختار، بحب هيك اعطي شويه مداخله بالنسبه للموضوع. ايه نعم. نحن زرنا فخامه الرئيس الجمهوريه خطير المنطقه وزحلي وثواره. نعم. من كل الطوائف. نعم. مضينا على عريضه بالطالب الدولي، مضى عليها 55 مختار باعطاء رخصه للاستاذ اسعد نكي. نعم. لتامين الكهرباء 24 على 24. وعد فخامه الرئيس خيرا. نعم. هيدي المنطقه منطقه سياحيه وصناعيه وزراعيه، ومنطقه شعبيه، الناس كمان مش قادره تدفع فاتورتين كهرباء. اوكي، بحاجه ل 24 منطقه زراعيه، ونحن صرنا بالقرن ال 21 وبعدنا عم نعاني من الكهرباء وعم نستورد من الدول المجاوره. ورأفة بالناس اللي عم بتعاني من مشاكل الكهرباء، يعني مشروع استاذ اسعد بيوفر 35% كهرباء شركة موتير. معك حق مختار، يعني ان شاء الله يكون صوتك يكون وصل، لانه اذا شفتوا فخامة الرئيس. معلش، للمفارقة قطعت الكهرباء على ترم المقابلة كمان. هاني معطوع الكهرباء بزحلة، هيدي كهرباء لبنان قطعتها. اهلا وسهلا فيك مختار. في اتصال اخر. الو. ألو. تفضلي مدام. ألو. بوجور. بوجور. مسيو نكد ما بعرفه، بس منهني حالنا على هيك مستوى بالتعاطي وبالتعامل لحل الأزمات اللي عم بعيني منها البلد. حضرتك من وين مدام؟ أنا من بيت مري. إيه أهلا وسهلا فيكي. بنتمنى هال هال هالإكزامب هالظاهرة اللي عم تتعاطوا فيها وهالطريقة تكون لحل كذا قصة بهالبلد. بس أنا كنت بنقول لك منهني حالنا فيك، وإن شاء الله حدا يسمعك، والمفروض يسمعوك لأنه هيك ناس بتبني البلاد. على كل حال نحن بنشكرك مدام، ونحن يعني بالنتيجة كل ما يتعلق بقضايا الناس لازم نشجع القطاع الخاص مع القطاع العام، لأنه بالنتيجة الكل بخدمة الناس. أهلا وسهلا فيك، وعلى أمل يصير عنا كهرباء 24 على 24 بكل لبنان. أهلا فيك. مسيو نكد، إذا صار في عريضة لفخامة الرئيس. صحيح. ومن المخاتير، وبالوقت زيته كنت عم بسأل أنه عم بيقول المختار أنه ظاهر معنا حدا من المعلقة. نرجع منكمل. ألو. الو. اهلين مدام. مع كلارا من زحله. ايه اهلا فيكي. عم بحكيكي من فتره، حكوكي من انطلياس قالوا لك الاشتراك عم تطلع 40 دولار و55 الف. مزبوط، عم بتتابعينا كثير منيح مولد الكهرباء. مزبوط. صح. بدي اقول لك شغله، انا بدي اقول بونجور لضيفك، وبدي شجعه ونحن معه من زحله، بنقول له ومنقول له انه عيب 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 على هالدوله. قد ايه بتدفعوا مطار مدام؟ قد ايه بتدفعوا هلا مطار؟ 120,000. قد ايه؟ 120,000 خمسة امبير؟ 120,000 فاتوره الاشتراك المطار. يعني عيب، عم تطلع اكثر من فاتوره الشركه. اهلا وسهلا فيكي. اتصال اخر. الو. الو. تفضل. الو. ايه تفضل، الظاهر كمان معلم على اهلا. اهلا مسيو حلا. اهلا، يعطيك العافيه. اهلا فيك. نحن عم نتلفن بس حابين نطلب شغله من الام تي في، لانه الام تي في بتوصلنا صوتنا بكل يعني بكل صدق. تفضل. بدنا بس من الام تي في يطلعوا على زحفه ويعملوا ستاتستيك، انه يسالوا إذا حدا بده 24 على 24 ولا ما بده 24. ما بده ستاتستيك يا استاذ توني، لأن كل لبنان بيتمنى يكون عنده 24 على 24. أهلا وسهلا فيك. وصلت الرسالة، وصلت. كل طالب أكيد يعني اليوم مطلب الناس أكيد، يعني ليلا مع نهارا، في مرضى، في معوقين، في أسانسورات، في حتى أراضي زراعية، كلها بتنتج، يعني كلها بدها كهرباء، ما في نعيش بلا كهرباء. بس بحب أقول شغلة كثير أساسية، انه المنطقة نحن فيها تدفع 100%. يعني اليوم المشترك الموجود ضمن نطاق استثمار شركة كهرباء زحلة عم بيدفع 100% الفوتير. يعني غلط مثل ما عم بيقولوا مؤسسة كهرباء لبنان انه في مناطق بتدفع، مناطق ما بتدفع، ناس بتعلق وتعليق. مش مزبوط. ما عندكم تعليق؟ ما عندنا تعليق، ما عندنا تعديات، وعندنا من كل المذاهب، وعندنا من كل الاحزاب وكذا. ليه؟ لانه نحن منطلع الفواتير شهريه، نحن اليوم بشهر حزيران عم نطلع فاتوره تيار. طب له حق المواطن، يعني كلها المواطن عنا.
يمكن بمؤسسة كهرباء لبنان عم بيدفع موتور مش عم بيدفع شركة كهرباء لبنان. نعم. نحن عم بيدفع فاتورتين. يعني كل آخر شغل مواطن يعني في بيزحلي وبيبغلياس وبيعلي الناري وبيحزرتها بده يدفع فاتورتين. بيقول لك ليه انا بدي ادفع فاتورتين؟ إيه؟ ليه بدي ادفع 150 الف للموتور؟ يعني مثل ما اذا كهرباء زحلي فيها تعطي لي مثلا مثل ما قالت لارا يعني انه 120 الف لير على 5 امبير يعني هذا بعد ما عملنا شيء بعدين ما عندك فولتاج مضبوط وعندك تقنين عشوائي مثل ما عم بتقول يعني إيه؟ فوق التقنين في تقنين يعني بدها تيجي مثلا الكهرباء الساعه بتنقطع من التنتين للسته ما غير تسحب للساعه 12 ليله ايه ليله لا منين بدون كهرباء زحلي لانه من 12 ستة مغيت ما بيقدوا يلبونا كايه يعني لنشوف الاتصال حتى ما ناخرهم على التليفون. الو الو بونجور. اهلا بونجور. ايه بليز انا بس عندي فكره تحياتنا لكم. ايه اهلا تفضل. اهلا وسهلا. هي قصه مركزيه الكهرباء. نعم. يعني ليش مثلا زحله بتنتج لزحله دير عمار بتنتج للشمال الزوق بينتج لكسروان مش بيجي بجيب خط من دير عمار بياخذه على النبطيه على جنوب على بنت جبال. هاي شغله. ثاني شغله بيقول الوزير انا اعطوني 5 مليار دولار انا بظبط الكهرباء. انا اعطوني 5 مليار دولار انا بظبط الكهرباء. حيلا حدا في يظبط الكهرباء 5 مليار دولار. خلي اتحاد بلديات مثلا يتعاون مع مؤسسه كهرباء زحله هن يلموا مصاري بحلوا هيك بقسموا المناطق بكل لبنان وبتنحل بعدين بتنحل المشكله وبيلغوا التوتر العالي هيدي اللي قايمه لقيمه قضيه المنصوريه. نعم. وهلا عم بتضر الاهالي وعم بتضر كل الناس. على كل حال يعني اهلا وسهلا فيك ومعك حق بالنتيجه نحن ما بنستغني عن كهرباء لبنان من نتيجه اسمها كهرباء لبنان وكل مشتركي لبنان معها حتى كهرباء زحله وكذا كهرباء مع كهرباء لبنان ولكن نقول انه حتى اليوم يعني الخزينه عاجزه بسبب كهرباء لبنان والمواطن عاجز كمان لانه عنده كذا فاتوره اذا كان في استثمار لكهرباء وانتاج لمنطقه بتريح جيبه الناس وبتوفر على كهرباء لبنان ليش لا ما حدا بيبيع بلاش بالنتيجه كمان اتصال. الو خليني. الو ايه تفضل. انا عم بحكي معك مدير بك. ايه اهلا وسهلا فيك نجيب ماروني عم بحكي معك. اهلا استاذ نجيب. كيف صيانه اول شيء اذا مش غلطانه كيف صيانه الطريق الدوليه ظهر البيدر؟ ظهر البيدر الصيانه منيح. بنتشكر الوزير غازي عريضي. أيه. وإن شاء الله يكون وزير الطاقة يشتغل مثل وزير غازي عريضي. يعني هلا ما في مشاكل ليلا نهارا الناس بتطلع على على البقاع مرتاحة. أفضل بكثير من الأول. إن شاء الله. نحن اللي بيعنينا موضوع كهرباء زحلة. أي. بالنسبة للسلامة العامة الجنراتور والمولدات ما عندهم أي مواصفات حسب النورم لحتى يمدوا كامل على عمود الكهرباء تبع شركة كهرباء زحلة. نعم. بيحط الواحد ايده على العمود وبيتكهرب. بعدين عندك جدول اقتصاديه تبع المشروع تبع الاستاذ اسعد نجار. هو انه بيصير يفوت ضرائب على الدوله بيعطي ضريبه تبع المولدات ما بيدفعوا ضرائب بيصير يدفع التي في اه بيصير يدفع يفوت الموظفين يعني يزيدوا العالم يستفيدوا من هالحاله. اكيد هذا. انا بشكرك لانه في اتصال ظاهر معنا رئيس جمعيه تجار زحله. شو اليوم خي نحن بنرحب بكل مشاهدينا بحلقه بعيه بامتياز. الو الو صباح الخير. صباح النور. اهلا صباح الخير اليك وللاستاذ اسعد. اهلا وسهلا. يعني هذا موضوع الكهرباء صاير عندنا بلبنان موضوع رهيب الشكل. يعني انتم كتجار قديش بتعانوا باسواقكم مثلا اذا انقطعت الكهرباء؟ نحن فوق الازمه الاقتصاديه اللي عم نعاني منها عم تجينا ازمه الكهرباء ودفع الفاتورتين نزل. نعم. نتاسف انه نحن صرنا بالقرن ال 21 وبهالتقدم هذا وبعدنا بنحكي مشكله الكهرباء. يعني كجمعيه تجار قديش قادرين اليوم تدعموا هذا المشروع يعني لانه بالنتيجه انتم كمان عندكم موظفين واسواق تجاريه نحن بدنا نشجعها كمان. نحن كل الدعم لهالمشروع هذا لانه بالفعل هذا مشروع حيوي لمنطقتنا اقتصاديا وسياحيا وعمرانيا وبيئيا. نعم. وهذا الموضوع نحن الله راد رح نلاقيه حتى النهايه. ما حنترك اي وسيله غير ما نلاقي هذا الموضوع لحتى نقدر ناخذ فيه نتيجه لانه بالفعل المواطن اللبناني ما عاد فيه يتحمل. شكرا لك مستر شلهوب رئيس جمعيه تجار زحله. يعني نحن عم نشوف الفيلم يعني هيدا الشيء بدل اولا انه هيدي المنطقه البقاع زحله صحيح بين تطور وصيانه وغيره. مستر نكد يعني نحن اكثر شيء بنتمنى انه يكون في وعي وجديه لدى الدوله اللبنانيه لدعم دائما كل من يساهم
في اعطاء شيء مثل الكهرباء مثلا للمواطن يوفر عليه ويوفر على يوفر تلوث وكل شيء. يعني اخر كلمه هيك شو بتتمنى عبر الام تي في الحل عنا؟ انا بتمنى انه يسمعوا كل شيء نحكى وبتعهد انه نحن ما رح نترك قضيتنا لانه هيدي قضيه كل واحد بالبقعه انه ياخذ 24 ساعه على 24 ساعه. وانا بعتبر انه لا مركزيه كهربائيه شغله كثير اساسيه. يعني طرحت اليوم ايه مزبوط ليه انه بينعمل لا مركزيه كهربائيه؟ نحن مثل ما قلت حضرتك انه نحن مش موجهين، ما في توجيه ضد مؤسسه الكهرباء طبعا. عم تاخذ من اليوم انا بصراحه اقول اكثر من هيك، انا ضد الخصصه انه واحد يحط ايده على خطوط او نقل او كذا طبعا. نحن عم نقول طالما مؤسسه كهرباء لبنان بدها 1500 ميجا وات او 2000 ميجا وات، وطالما مؤسسه كهرباء لبنان والدوله اللبنانيه ما عندهم الامكانيات يعملوها، فاذا نحن بنقدر نغطي منطقه نحن عم نقول خلينا نحن نغطي هالمنطقه. يعني هالحديث وهالمشروع مش موجه ولا ضد الدوله طبعاً. واضحه. انا بدي اشكر حضورك، واكيد بدي اقول للمشاهدين احنا باقيين معكم دائما بالمتابعه بالاتصالاتكم على 0444444. نهايه اسبوع مريحة، إذا كانت مقطوعة هلأ الكهرباء بالمنطقة فيكم تتابعوا الحلقة على mtv.com.lb. إلى اللقاء، بشوفكم التنين، إلى اللقاء.